السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا أولاد مع بعض الفرقة الرابعة، شعبة محاسبة، مادة نظم معلومات محاسبية. احنا خدنا اتخاذ القرارات، وقلت لك في معيار التفاؤل وفي معيار التشاؤم، وخدنا عليهم تمرين قبل كده، وخدنا برضو لو بتفتكر برضو في تقييم المشروعات فترة الاسترداد ومعدل العائد على الاستثمار. كل ده مطلوب منك في مادة نظم معلومات. هحددها لك تاني بسرعة كده. مطلوب منك معيار التفاؤل، والناس يا ريت تكتب معايا كده في الكشكول بتاعها، معيار التفاؤل، معيار التشاؤم، شجرة القرارات في تقييم المشروعات، وده كان باب في تقييم المشروعات. عايزين فترة الاسترداد سواء كان تدفق منتظم او غير منتظم، معدل العائد على الاستثمار، ركز لي على الكلام ده بالنسبة لمادة نظم معلومات محاسبية. هناخد النهاردة تمرين مهم جدا، يعتبر ممكن قلت عليه تمرين مراجعة لك، اللي هو شجرة القرارات. ازاي نعمل شجرة القرارات؟ وازاي نقيم المشروعات ونختار المشروع الافضل؟ هقرا لك التمرين بس عشان لو تتابع معايا على السبوره. يقول لك ترغب شركه النور في انتاج المنتج الف او المنتج ب، يبقى عندنا مفاضله ما بين منتجين، يا ترى الشركه تنتج الف ولا تنتج ب. وقال لك هناك احتمال 60% ان المنتج الف هينجح، وبالتالي احتمال الفشل هيبقى 40%. وعاطلك الإيراد أو العائد في حالة النجاح، في حالة النجاح قال لك 1000 جنيه، في حالة الفشل أو الخسارة 400 جنيه. كل ده بالنسبة للمنتج ألف. المنتج بيه هيديك نفس البيانات هي قال لك برضو احتمال النجاح 80%، وبالتالي حتى لو ما جبتلكش في الامتحان احتمال الفشل تعرف ان المكمل للنسبة 100% 20%، والنجاح 1200 جنيه، وفي حالة الفشل 150. كل ده بالنسبة للمنتج به. طالب منك اختيار اي البديلين افضل، يا ترى الشركة تنتج المنتج الف ولا المنتج به. وقال لك استخدم لي شجرة القرارات. طب نشوف مع بعض ازاي نرسم شجرة القرارات وازاي نختار اي البديلين افضل. قلت لك الشجرة بسيطة، بسيطة جدا. اولا بتعمل الاحتمالين بتوعك اللي هما البديلين، ده البديل الاول اللي هو المنتج الف، وده البديل الثاني اللي هو المنتج به، وطلع منه احتمالاته. نركز على الف دلوقتي. قال لك ده احتمال الف، احتمال في نجاح واحتمال في فشل، والنجاح 60%، وبالتالي الفشل المكمل 40%. وعطلك الإيراد في حالة النجاح 1000 جنيه، وفي حالة الفشل 400 جنيه. تعالي البديل الثاني، نفس القصة هي طلع الاحتمالات بتاعته. نجاح برضه، يبقى ده بالنسبة للمنتج به نجاح 80%، فشل 20%، وعطانا العائد برضه 1200، وطبعا ده اعمله بالسالب او بين قوسين كده لان فشل خسارة، والتاني 150 خسارة. يا ترى بقى هل الشركة تنتج المنتج الف ولا تنتج المنتج به؟ قلت لك هنا لو تفتكر معايا في شجرة القرارات يا ولاد، قلت لك هات القيمة المتوقعة لكل بديل، وقلت لك القيمة المتوقعة، قيمة المتوقعة اللي انت بتضرب العائد في الاحتمال بتاعه. طب نطبق كده القانون بتاعنا ده على كل منتج. تعال المنتج الاول، يلا
حالة النجاح العائد 1000 في 60% هيطلع 600 جنيه بالموجب. حالة الفشل 400 خسارة في 40% هيطلع 160 خسارة. يبقى يا ترى القيمة المتوقعة في حالة الفشل، في حالة النجاح والفشل للمنتج ألف قد إيه؟ أهو ضربت الإيراد في احتماله في حالة النجاح، الخسارة في احتماله في حالة الفشل. إذن صافي القيمة المتوقعة، ما أنت جبت القيمة المتوقعة في كل احتمال. الصافي بقى هي طرح القيمتين من بعض، النجاح ناقص الفشل. 600 من 160 يبقى 440. دي القيمة المتوقعة. طيب تعال المنتج الثاني وشوف صافي القيمة المتوقعة بتاعته. نفس القصة هي تعال في حالة النجاح اضرب برضو العائد في الاحتمال بتاعه. قالك الاحتمال 80%، يبقى 1200 في 80% يبقى 960. ده في حالة النجاح يعني ربح. في حالة الخسارة اللي بالسالب في 20% ادي العائد في احتماله، يطلع 300 ولا يطلع 30؟ يطلع 30. اذا صافي القيمة المتوقعة للبديل الثاني 930. استاذ محمد بيجاوب معانا، استاذ محمد الماوى عامل معاكم مجهود رهيب، كل شوية يغير في الراوتر ويعلي السرعة عشان الدفعة كلها تفهم. اذا صافي القيمة المتوقعة 930. وبالتالي تعالى بقى يا اولاد يا ترى هنختار اي بديل. البديل الاول صافي قيمته 440، يعني صافي ربحه 440. البديل الثاني صافي ربحه 930. وبالتالي يبقى القرار بتاعك، تكتب لي كده جملة كده، القرار انا هختار البديل اللي بيحقق اكبر ربح، هختار المنتج اللي بيحقق اكبر ربح اللي هو المنتج الثاني. هتقول كده القرار يتم انتاج المنتج ب. ليه؟ هتقول له لانه اكبر قيمة متوقعة، لانه اكبر ربح. اكتب لي اكبر قيمة متوقعة، اكبر ربح، اكبر صافي ربح، اكتب لي اي حاجة بس اكتب بس. ماشي؟ دي يا اولاد اللي احنا هنراجعها في اتخاذ القرارات، اللي هي فترة الاسترداد، اللي هي شجرة القرارات. المرة الجاية ان شاء الله هراجع معاكم فترة الاسترداد ومعدل عائد الاستثمار. يبقى اذا كان اذا كده كده بقى لو انت بقى ذكي شوية تفهم ليه الامتحان اتحدد. الامتحانك بنتكلم سؤال اول في اتخاذ القرارات وسؤال تاني في تقييم المشروعات. اهو يبقى واحد هنا ما تعرفش بقى هيجي ده ولا ده ولا ده، والسؤال التاني لا اما ده او ده، وكلهم هنبدا نراجعهم مع بعض. فانت بقى عايزك تعمل ايه؟ 5 ورقات للماده، كل ماده خد منها المثال بتاعها. يبقى 5 ورقات تخش بهم الامتحان بالنسبه للماده دي. عايزين شويه كده نراجع الماده التانيه اللي هي معايير المحاسبة الدولية. هكتب لكم تمرين وبعد كده هشرحه لكم مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.